نستخدم القوة دي للمحاكم عشان ما ناخد حقنا بيدنا، عشان ما ناخد حقنا بيدنا. نحن ماشيين بالقانون، الليلة 3 شهور هتكتمل 3 سنة، ال3 سنة دي فترتنا الانتقالية باسم الثورة جبناها نحن، ما عندنا شغلة بال10 سنة ولا بال15 سنة اللي بيفكروا فوقهم دي، ما بتهمنا كتير. عندنا عدالة معينة المفروض تتحقق في خلال 3 سنة دي. أنا شخصيا ما أخذ قسم على نفسي إنه خلال 3 سنة دي حق وليد يرجع، وحق وليد ما رجع حشيله بيدي. تمام، اطلع في مؤتمر صحفي يقول ان احنا طالبنا من الحصانه وربطوا يسلمونا عشان نعرف نفسنا هنحاسب منو. كلام سليم. اذا ما ورونا الكلام ده نحن بعد ده عندنا معاهم كلام ثاني، وحنبداها بمراحلنا الثوريه وبالتصعيد الثوري في الشارع. بعد ذاك بنشوف نحن خياراتنا شنو معاهم، اذا هم لا يمشوا معانا الصح بالفعل الثوري نحن بعد ده عندنا معاهم كلام ثاني وحنحاسب اي زول فيهم. وشكرا لكم والله انتم ما قصرتوا، وانا بتمنى ان زياراتي تكون لكل اسر الشهداء كل عام، لانه امهاتهم محتاجين لوقفتكم انتم جنبهم، ووقفتكم انتم جنبهم بالمناسبه بيساعدهم ويصبرهم اكثر. ان شاء الله قدام ونحن معاكم وفي الشارع، والشباب معانا ونحن بعرفون وبعرفون كلهم معاكم في الشارع.